دعت جهات شعبية وحقوقية في محافظة الأنبار بكشف مصير آلاف من المفقودين من المحافظة، مؤكدين وجود معلومات تشير إلى وجود عشرات الجثث المجهولة في دائرة الطب العدلي في محافظة كربلاء، ومطالبين بالوقت ذاته وزارة الصحة بكشف هويات أصحاب الجثث ليتسنى لهم معرفة إن كان من بينها جثث ذويهم. وردتنا معلومات بأن هناك العشرات الجثث متواجدة في مستشفى كربلاء في الثلاجة منذ أكثر من سنتين، فبدورنا لدينا أعداد كبيرة في داخل الأنبار، منها الصقلاوية مفقودين تقريبا 760، وأيضا الرزازة ما يقارب 2400. بدورنا نطالب وزارة الصحة بالكشف عن هويات أو أسوائهم وفحص الـ DNA. عندي أخويا فقد من بداية سيطرة داعش على المدينة، إلى حد الآن هو مجهول، يعني ما نعرف وين. ذكرت مصادر وزارة الصحة بأن هناك عشرات جثث في ثلاجة مستشفى كربلاء. يا ريت وزارة الصحة يا أما أن تنشر صور لهاي الجثث حتى الناس تعرف، أو إجراء فحص DNA حتى الناس تعرف ضحاياها أو الناس اللي عايدين إلها وين، لأنه أنت تعرف اللي عنده إنسان مفقود وما يعرف مصيره هو عنده يومية عزاء، فهو يتمنى بأن حتى لو يلقى جثة رمزية بس يدفنها حتى ترتاح ضميره، حتى ما يظل، وحتى الشغلات القانونية اللي تتبع هذه حتى همنا يكملها الإجراءات القانونية.